الفريق أبو شملاح، ماكافيلي، هوك، سباردا، سماشر، جيانج. بحب الجيم بشكل طبيعي، يعني أنا من 2010 عم بلعب الجيم. بلشت أول شي تسلاي مع الفريندز تبعوني بالنت كافيز، على كم من جيم على تسلاي على هبل، بس بلشت تتطور شوي شوي لما بلشت أفوت بطولات ونفوز أكثر من بطولة لان بالأردن، وأكم من إشي بالميدل إيست، وأكم من إشي أونلاين. فبلشت الموضوع عندي إنه صار حب الإي سبورتس أكثر. والله أحلى إشي الواحد يوصل مع أصحابه، يعني إذا إن شاء الله وصلت انترناشونال مرة بحياتي، بحب أكثر يكون معي أربع أصحابي أكثر مما يكون معي ناس ما بعرفهم بس أسماء بروفيشنال. إحنا ميدل إيست بس بالنهاية إحنا ما في فرق بيننا وبين البرو بلايرز اللي برا. اللي عنده طموح بيقدر، واللي بيتعب حاله بيقدر يوصل. لا طبعا هذا كثير بفيدني الدعم، أعرف إنه في ناس حوالي قاعدة عم تدعمني وعم بتساعدني، بيعطيني موتيفيشن وبوتنشال إني أعمل أحسن باللي أنا بعمله، وإن شاء الله أوصل بيوم من الأيام بروفيشنال انترناشنال تي اي اي شيء.